بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا تشبيه دقيق قبل 14 قرنا عندما قال: لسال لكم الوادي نارا، لسال لكم الوادي نارا. عندما تخلف أو عندما تركه بعض أصحابه قائما يخطب وذهبوا إلى تجارة قريش ليغنموا أو ليشتروا بعض البضائع ويغنموا هذه البضائع، الله سبحانه وتعالى أنزل في الكتاب العظيم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف عندما تركه بعض الصحابة ولم يبقى معه إلا يعني 10 أو أكثر أو أقل، قال: والذي نفسي بيده لو أنكم تتابعتم فلم يبق منكم أحد، ماذا؟ لسال. انظروا أيها الأحبة، دعوني أنا أصور لكم هذا المشهد. لسال لكم الوادي نارا، انظروا كيف يسيل هذا الوادي سيلان. لسال لكم الوادي نارا، سبحان الله. طيب، هذا التعبير لم يكن مألوفا، يعني في الجزيرة العربية لم يكن هناك يعني انظروا هنا كيف يسيل هذا الوادي أيها الأحبة، انظروا سبحان الله، مئات الأمتار تتدفق هذه النيران، هذه الحمم المنصهرة، هذه الحجارة الملتهبة تتدفق عبر هذا الوادي. لسال لكم الوادي نارا. طيب، هذا التعبير حقيقة لا يمكن أن يدركه إلا علماء البراكين، علماء الجيولوجيا، هم من يرى مثل هذا المشهد أثناء دراستهم لهذه الوديان التي يسيل فيها النار، الحجارة الملتهبة تسيل الحمم المنصهرة. طيب، من أين جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعبير وضربه مثلا لأصحابه أنهم لو تتابعوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، قائما لوحده، لسال لكم الوادي نارا. انظروا إلى هذا كيف يسيل أيها الأحبة، هذا الوادي كيف يسيل، انظروا سبحان الله، انظروا أيها الأحبة. فهذا الأمر، يعني هذا الحديث أيها الأحبة، يدعونا أن نعتقد أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. في كل أحاديثه، كل حياته، كل منهجه، كل تصرفاته تأتي متفقة مع العلم، مع الحقائق العلمية، وتأتي أيضا أيها الأحبة أيضا هذه الحقائق تأتي لتشهد على صدق رسالته. يعني انظروا مثلا تعاليم النبي في تحريم الخمر، أثبت العلم حتى القليل من الخمر يضر. في تحريم الزنا، أثبت العلم أن الزنا لابد والفواحش أن تسبب أمراض منقولة جنسيا. حرم الميسر، وأثبت العلماء أن تأثير القمار أو الميسر على الدماغ يشبه تأثير المخدرات. حرم النظر إلى الأشياء الإباحية، وأثبت العلم صدق هذا التشريع النبوي الكريم. كل ما حرمه النبي فيه شر، وكل ما أحله لنا الصلاة والزكاة والصدقة والكلمة الطيبة والإحسان للآخرين وبر الوالدين، كل ما أحله لنا النبي فيه خير. إذن هذا النبي كل سلوكه ومنهجه وكل كلامه فيه إعجاز. وهذا الحديث الذي نستعرضه اليوم هو أحد يعني دلائل الإعجاز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لسال لكم الوادي نارا، لسال لكم الوادي نارا. من كان يتخيل في زمن النبي أنه يمكن أن نجد وديانا تسيل منها النيران؟ والله إن هذا الحديث أيها الأحبة ليشهد أنه رسول صادق في دعوته صلى الله عليه وسلم.